أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة أرسنال وويست هام يونايتد التي تقام بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي، حيث تقام المباراة الأحد 22 أبريل 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وتقام المباراة على ملعب استاد الإمارات بمدينة لندن بإنجلترا. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الإنجليزي لي ماسون الذي يبلغ من العمر 47 عاما. ويدخل فريق أرسنال هذه الجولة القادمة ويحتل المركز السادس برصيد 54 نقطة، كما يحتل فريق ويست هام يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة. وتقام مباراة أرسنال وويست هام الأحد 22 أبريل 2018 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات، والثالثة والنصف بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تجعل المباراة مباشرة عبر قناة بي ان سبورت اتش دي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.